عقد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الأوضاع الحالية وشرح فيه خطط حكومته خلال المرحلة المقبلة. صباح الخير تاني يا فندم، وأهلا بحضراتكم في مقر المجلس. والحقيقة حضراتكم تشرفوني، يمكن هو يمكن أول ساعة ليا أخش فيها هذا المبنى بعد ما شرفت بالتكليف، فيعني احنا كلنا هنا ضيوف النهارده. بارك الله فيك. هبتدي حديثي مع حضراتكم حفاظا على وقتكم بتوضيح بس للصوره الداميه بتاعه الامس عشان بس نبقى متفقين عليها، وبعدين اذا كان في اي اسئله او اي حاجه احنا كلنا يعني في نفس المركب ونتكلم. طبعا الموضوع بتاع الإخوة الـ من المعارضة المقيمين في ميدان التحرير، كل حاجة كانت ماشية على في شكلها الطبيعي بين شد وجذب، متوقع طبعا من مجموعة جزء كبير منها من الشباب المتحمس المحب الوطن، يعني تعبيره بيبقى متدفق، فيعني أمر ماهوش يعني ما نستغربش حدوث خروج من هنا او يعني تصرف خارج في اجراء او ده شيء كله ما يضايقش. بحال من الاحوال يعني اقدر اقول في اطار عام كل شغل كان منتظم. بعد خطاب السيد الرئيس اللي اتضح او يعني وضحت فيه الرؤيه بالنسبه للقرارات المستقبليه والاجراءات اللي هتكون في الانتخابات ونيته في عدم الاستمرار وان هو مفيش نيه لانه يعيد ترشيح نفسه، كان الخطاب له رد فعل، وكلنا اعتقد احنا كلنا من كل الطوائف المجتمع نقدر نستشعر ان هذا الخطاب كان له مردوده الانساني في كل منزل في الدولة. ومع ذلك خلينا نسيب الجزئية دي ونقول ان تاني يوم الصبح كان في ناس ابدوا تعاطفا مع مدار وحبوا يعبروا عن رؤيتهم وتفاهمهم وتفهمهم لما قرروا الرئيس، فطلعوا في مسيرة أو مسيرات اجتمعت على الاجتماع في ميدان جامع مصطفى محمود، وفي مجموعة تانية أصغر حجما بقيت في منطقة مصر الجديدة، وكان الموضوع ماشي الحقيقة نموذجي وفي شكل حضاري جدا وبأسلوب بتنهجه أكبر الديمقراطيات في العالم. رأي ورأي آخر، كل في موقعه، كل بيعبر عن رأيه، بالعكس شيء مشرف، يعني كان يتصور عشان يتعرض، دول بيقولوا رأي ودول بيقولوا رأي، ولنا أن نفخر بمثل هذا المنهج لأنه منهج حضاري جدا. عند الظهيرة أو بعد الظهيرة يمكن حصل ما لم يكن في الحسبان، أن تقدمت مجموعات، أنا نفسي مش قادر لغاية اللحظة اللي أنا واقف فيها قدام حضراتكم أتخيل حتى وسيلة دخولها كانت إزاي، هل هي فرادة أو هل هي جماعات، هل نقلت مجمعة ولا راحت بمعرفتها، هل رتب لها أو لم يرتب لها، هل كان لها منظم ولا هي طلعت تلقائية. لغاية اللحظة اللي أنا فيها حركة دي وبمنتهى الأمانة أنا لا يعني أعي أبعاد هذا الموضوع تماما لأن لسه لم يتم التحقيق فيه. المجموعة دي دخلت فنشأ شيء من الاحتكاك، وده كان أمر وارد جدا، وهنا مربط الفرس، يعني اللي احنا الراغبين قاعدين عند مصطفى محمود والرافضين قاعدين ميدان التحرير، ايه اللي جاب بقى تاني مجموعة من اللي بيقبلوا ما قالوا الرئيس، ايه اللي جابهم في الناحية دي الا بقى للمشاغبة، انا مش عارف يعني ما في مكان تاني بنعبر عن رأينا فيه.
اللي حصل ان بالدخول في شباب كثير، والشباب طبعا حماسه بيبقى متدفق، ونتوقع منه الاندفاع اكتر من غيره. ما اعرفش المسنين اللي كانوا موجودين يعني كانوا حطوا البنزين على النار اكتر، ولا بالعكس كانوا عنصر تهدئة برضو خافي عن ذهني، وكل ده هيتضح. حصلت اشتباكات مع شاب، بين شاب وشاب، غير مع راجل مسن ومسن. بتتصاعد الامور، النفوس بتسخن اكتر. اتضح بقى انهم شايلين في ايدهم برضو نوع من يعني وسائل الضرب بقى، مطاوي ايا كان. الموضوع اما اتصعد وابتدى يبقى فيه اصابات او جرحى او الدماء بتعمل برضو مزيد من اذكاء الفتنة. منظر الحقيقة هيفضل يعني قلوب المصريين يعني يدمع ويعني يبكي ويعني ينزف دما لفترة طويلة جدا، على بال ما ننساها. الحقيقة لم يكن في الحسبان ان ميدان التحرير يتصور من فوق مقسوم نصين كما لو كنا في معركة حربية. الموضوع ده دول ضد دول ودول ضد دول، والحماس ما بيهبطش. مع ان وزير الصحة دخل قعد 3 ساعات جوه ومعاه عربيات اسعاف بعدد كبير، وعالج من الناحيتين، وده الامر الغريب، عالج من الناحيتين. الا ان البعض من الجانب بقى الاول ايه الجانب الرافض، البعض من الجانب الرافض ما كانش بيقبل انه ينقل بالسيارة الاسعاف، يعني في شيء من الثقة المفقودة، ما كانش بيقبل. انا بقول ادق التفاصيل، ولكن الطبيب وكان بيكلمني وكنا على الخط، وكان اما الكلام بيطلع في التلفزيون قدامي، وكان بيعالج الجانبين دول ودول. العملية غريبة جدا، يعني منظر جديد علينا في المجتمع المصري، ولم يحدث قبل كده ولا شبهة حاجة زي كده. خلاصته الموضوع طبعا أدى إلى ليلة دامية وخسائر كثيرة ومزيد من تعميق الجرح بين الأطراف، وده أخطر ما في الموضوع. تعميق الجرح يعني احتياج لوقت أطول، احتياج لعلاج أعمق عشان نتدارك ما تم من جرح عميق في كلا الجانبين. أتعهد أمام حضراتكم إن هذا الموضوع لن يمر مرور يعني، وأنا بحكم التكليف في خطاب التكليف اللي جالي في تعييني في الوزارة الجديدة كمسؤول أو كرئيس الوزراء، أحد بنود التكليف، ما كانش بقى الحادثة دي حصلت، كان حصل المشكلة بتاع الغياب الأمني في الفترة الأولانية. أحد بنود التكليف أن أنا التحقيق الكامل والعميق في أسباب ما تم من غياب أمني كامل عن الساحة في الفترة السابقة. الغياب الأمني اللي أدى بالتالي إلى فقدان للكثير من المال العام، اللي أدى إلى فقدان كثير من الأمن الشخصي والعائلي والأسري لينا جميعا. ولأول مرة في مصر ينزلوا الشباب والمسنين يقفوا في الشارع تحت عشان يحموا بيوتهم نتيجة الغياب الأمني. صحيح هي دي يمكن تبقى النقطة الوحيدة الإيجابية اللي هنذكرها للزمن، إن احنا أما تعرضنا لمثل هذا الموقف ائتلفت الأسر واجتمعت القلوب على إن احنا ننزل ندافع عن أملاكنا أو عن حياتنا أو عن أولادنا، ولكنها شيء محزن ومحبط إن احنا نحط في مثل هذا الوضع. هذا التحقيق هيتم، وهيتم بمنتهى الدقة. أضيف إليه المأساة، المهزلة، الكارثة بتاعت الأمس، ودي هتبقى أول بنود التحقيق. وأعد بهذا التحقيق أنه يطرح ويتعرف، هل هذا الموضوع كان مخططا؟ هل كان عفويا؟ هل أداره شخص ما؟ هل نمى هذه الفكرة هيئة معينة، جهة معينة؟ أيا كان، كل مسؤول عن هذا الذي حدث وأوجد هذا الشرخ في الجبهة المصرية هيلقى حسابه العلني إن شاء الله في الفترة القادمة القريبة بإذن الله.
أنا اعتذرت في كل الوسائل الإعلام، اعتذرت في كل القنوات التلفزيونية اللي أنا كلمت فيها النهاردة، اعتذرت اعتذار الرجل الذي يقدر المسؤولية. أنا ما كنتش أعرف الموضوع، ومحدش فينا كان يعرف الموضوع، ولا أتخيل خالص أنه كان يحصل الموضوع. لكن بحكم أن إحنا مسؤولين، وبحكم أن إحنا دولة عليها حماية أبنائها، أعتقد أن أنا كان يجب علي أني أعتذر وأقول هذا الموضوع لن يتكرر، لأن إحنا اكتشفنا الثغرة، ومين اللي دخلهم ودخلوا ليه وتنظموا إزاي وتركوا ليه، كل هذا الموضوع محل البحث. وأنا بكرر اعتذاري وبقول أن برغم أن أنا يعني أول مرة أدخل هذا المكتب النهاردة من ساعة، إلا أن بحكم الموقع والواجب الأدبي والإنساني بقول قدام الجميع لشعبنا الكريم ولكل من يهم الأمر أن احنا بنعتذر عما دار، لأنه غير مخطط وغير مقصود، وتصرف قد صبياني ولكنه مدفوع، أو صبياني غير مدفوع. في كل الأحوال الخطأ وقع والكارثة حدثت، وإن شاء الله تكون آخر الكوارث. فيما عدا ذلك بنبدأ عملية الحوار، أو ما يطلق عليه الحوار أو التفاهم، أو قفل أو تضييق الفجوة ما بين الآراء. أما بكلم مع زملاء من هنا ومن هنا ومن هنا، بقول إن إحنا الحوار يعني إن أنا، معنى كلمة الحوار إن أنا ما أتمسكش إلى ما لا نهاية برأيي، ولا ما يبقاش حوار، يبقى نقفل الأبواب وكل واحد يقعد في الجانب بتاعه بعيدا عن الآخر. حوار يعني أنا بقعد على المائدة وأنا عندي شيء من القبول أني أتفاهم سلبا وإيجابا. والمثل بيقول أو الحكمة بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. مش معنى أن أنا ليا طلبات أرصها على الترابيزة وأقول هي دي طلباتي غيرها لا أكون، ما ينفعش. يبقى أنا ما بتحاورش، لأن يبقى أنا افترضت بس أن أنا الصح واللي قدامي غلطان على الإطلاق. نستمع ونستمع لبعضينا ونشوف الصالح العام بتاعنا إيه، ونشوف إن شاء الله نصل لحل يرضي الجميع. ولكن يسبق كل شيء ويسمو فوق كل هدف سلامة الأبناء وخروجهم سلام من موقعهم اللي بيتحصنوا فيها زي ما يكون في حرب. محدش يقول ان شاب مصري يقعد يحارب شاب مصري بشكل ده. محدش يقول ان شاب مصري يرمي على التاني مولوتوف وده يشيل المولوتوف من الارض يرميه عليه تاني، اكننا يعني مش شيء متخيل وابعد ما يمكن عن طبيعة الشعب المصري. ايه اللي حصل؟ ايه اللي ادى الى ذلك؟ ان شاء الله يكون ده درس مستفاد لعمرنا كله، ونخرج منها بما يصلح شأننا بإذن الله. هناخدها، مفيش سؤال مش هجاوب عليه، بس خليها ناخدها بالترتيب كده. مفيش سؤال مش هجاوب عليه، خلاص يا فندم. نبتدي كده لأن اليمين بتقول كده فندم، فهنبتدي كده. مفيش سؤال مش هجاوب عليه، بس أنا أرجو فندم السؤال ما يتكررش عشان وقت حضرتك وقتي، لأن ورانا مهمة أخرى. وأهم من مهمتي مع حضراتكم، لأن إحنا أبناء الأسرة، مهمتي مع أجهزة الإعلام الأجنبية اللي أنا هقعد أتكلم معها دلوقتي، لأن إحنا عمرنا ما هنختلف أو عمرنا ما هنسيء سمعة بعض، لكن إحنا عايزين نلحق يعني نغطي أو يعني نغطي الجرح اللي حصل في سمعتنا في الخارج قدام الأجانب. فحركوا اسرعوني عشان نقدر نكمل حديثنا مع الآخرين. تفضل يا فندم. يعني هل الحوار هنا فيه هيكون حوار مع المحتجين نفسهم؟ تردد كلام كثير على انك في حوار مفتوح ومباشر مع المحتجين في التحرير، وهل في سقف معين انك تردد بما لا يتركون ولا يتركون؟ يعني هل هيبقى في محاوله للوصول لتسويه مثلا قربيه؟ النقطه الثانيه اللي ذكرت بعض التقارير عن ما حصل في مصر، كان في دور كبير مؤامره كبيره على مصر الخارجيه، دخل فيها ناس كثير من خصوم
مصر وبعض الصحف القوميه يعني اتكلمنا على ده النهارده، هل في تفاصيل ممكن تعرض على هذا الموضوع؟ حضرتك دي 5 أسئلة. السؤال الاولاني حضرتك، ما اقدرش اقول ان انا داخل اعمل حوار وفي سيلينج معين انا حاطه او سقف معين حاطه، والا يبقى انا حاطط كلوز من الاول او قافل على نفسي، يبقى انا حاطط شروط. خلينا نبقى مفتوحين ونستمع. ممكن قوي انا استمع من الطرف المحاور قدامي لفكره تنور رؤيتي انا الحاجه، فالحوار مفتوح دون كلام. طيب مين؟ كل من عايز يتحاور يتحاور، بمعنى ناس من أهل الحكمة متفاهمين الوضع كويس بيجوا يقعدوا يتكلموا معانا، أهلا وسهلا. شباب من جوه، أنا امبارح كنت على التليفون بالليل مع شباب من اللي جوه، طبعا كان حالتهم صعبة جدا لأن هم الصدمة قاسية واليوم كان يوم صعب، فأنا مقدر تماما حالتهم، لكن كنا على التليفون المحمول بالليل مع إخوة شباب من اللي قاعدين جوه، كلهم أبناء ليا في سن أبنائي وأصغر، بنتكلم في الموضوع كله مفتوح، بس إن إحنا يعني بلا حدود. النقطة الأخرانية اللي حضرتك أثرتها، حضرتك مش عايزين يعني محدش يقدر يقطع إن مفيش مؤامرة، مفيش حاجة في إيدنا تقول إن في مؤامرة، فمش عايزين نحمل الأمور أكتر مما تحتمل، لكن احتمال احتمال في حاجة موجودة، مفيش حاجة موجودة تقول إنها مؤامرة. إحنا يا فندم حتى لو في مؤامرة إحنا غلطنا في حق نفسنا، حتى لو في مؤامرة المؤامرة نجحت إنها تعمل شرخ ما بيننا، طب ليه نتشرخ حتى لو هي مؤامرة؟ شكرا فندم، اتفضل يا فندم. سيادة الرئيس، الدكتوراه يعني هناك اهتمام عالمي، اسمع بلومبرج عمر، يعني هناك اهتمام عالمي حضرتك، لا تأثير إطلاقا، كل الأمور بتسير على الوجه الأكمل. لا ده أنا هروح لحاجة تانية بقى، حتى أمورنا الحياتية اليومية أنا يعني اختصارا للوقت، حتى بعدي مرورا على الإخوة الأعزاء زملائي أعضاء الوزارة في مواقعهم، وبنقعد معاهم وبنتكلم بنطمن لكل شيء. قبل ما اجي هنا النهارده الصبح عديت على الزميله العزيزه في وزاره التجاره عشان نطمن على كل عناصر اللي البيت بيحتاجها، ويعني اطمئنوا مفيش اي تاثير على حياتنا اليوميه، ولكن اذا استمرنا على الوضع اللي احنا فيه ده مده 100% هيبقى في تاثير. انا بكلم حضراتكم النهارده على الوضع الحالي، من فضل الله كل شيء متيسر، ولكن ليه حضرتك بتلاقي الصف طويل قدام البتاع عشان تقبض الفلوس؟ لان احنا بدل ما كان قدامنا ال 24 ساعه بنقبض فيهم فلوس، ولا ال 12 ساعه ولا ال 14 ساعه، احنا بنضطر نقبض الفلوس في الساعه من الساعه 8 الصبح ولا 9 لغايه قبل الساعه 2 عشان الحق اروح البيت. فالكثافة هي اللي مديانا احساس بان في شيء من الصعوبة، لكن كل شيء من فضل الله متيسر. لا قناة السويس ان شاء الله فيها تأثير ولا هيكون لها، لا لو كان هيحصل في وقت من الاوقات تهديد لقناة السويس شيء، اول حاجة هنطرحها على اصحاب قناة السويس، يعني مش هيكون في حاجة تهدد القناة، وما نقولش الملاك قناة السويس ان في حاجة بتهدد القناة، وشرحه انابيب البترول وكده كله تمام. فهمت اهلا يا فندم. معلش في سؤال بثلاث جزئيات بس مهمين يعني، عشان بس الوقت والاخر معلش معلش، ما كل الزملاء عندهم حاجات مهمه، كل الزملاء عندهم حاجات مهمه، معلش معلش. في تخوف ان برضه يحدث نوع من الاحتكاك مره اخرى، فهل الحكومه خدت الاغلاق لمنع التحام الجانبين لمهام اخرى، وهل برضه ممكن يتم تفريق المتظاهرين؟ هل يعني هل في بدائل طبعا بدائل سلميه في تفريق المتظاهرين في اي وقت عشان الاعمال ترجع، وبرضه الازمه الاقتصاديه والناس ما بتروحش الشغل في ازمه حاده، هل العمل هيرجع والخروج دون حد تحت اي ظرف حتى لو استمرت
شاء الله البنوك ترجع يوم الحد بإذن الله، هذا هو المخطط. إن شاء الله ما يكونش، إن شاء الله ننجح إن ما يكونش فيه احتكاك تاني بإذن الله. ويعني احنا دلوقتي بعد ما نخلص مع حضراتكم قد احنا بنتكلم مع الأجهزة المسؤولة عشان تجنب أي احتكاكات أو شيء من هذا القبيل، وإحنا برضو بنهيب بكل المشاركين في هذه التظاهرات إن هم يستشعروا إن في دمار بيعدي مع كل ساعة بتعدي علينا، وإحنا عملنا متوقف وشغلنا متوقف في دمار ضخم وضخم جدا وهنعاني منه كثيرا. فأنا برضو بهيب بالجميع نحط دي في اعتباره. موضوع بقى نفرق المظاهرات، مش فرق المظاهرات واردة والإبداء الرأي وارد، طالما المظاهرة ما أدتش إلى، ما جتش في المظاهرة وقفلت بيها محلات كده عشان أقف المظاهرة، ما تقف المظاهرة، المظاهرة تقف ويحميها الأمن، الحضارة كده، المظاهرة تقف ويحميها الأمن، وبدل ما بتكسرش حاجة ما بتأذيش حاجة ما بتعطلش طريق، أعتقد إن احنا يعني في هذا النهج إن شاء الله هنكون مفتوحين تماما. تفضل يا فندم. أهلا يا فندم. في سؤال بيطرح أذهان كثيرين محتاج رد عليه إخت إدمار كبيرة. تؤمر. اللي هو دور التواجد الأمني امبارح في التعديات المتبادلة ما بين الأمن والدين داخل التحرير واللي أدوره من القبض التاني. أيوه. سواء من الجيش أو الداخلية. أيوه. خليني أقول إن هناك ظروف خاصة مرينا بيها. خلينا أقول إن الانتكاسة اللي حصلت لنا في موضوع ترتيبات الأمن مع جهاز الشرطة على أثر الأحداث بتاعت الأيام الأولانية خالص وغياب الشرطة عننا أدى إلى يعني غياب كلي أو جزئي، يعني نقدر نقول أقرب للكلي لموضوع الشرطة. موضوع القوات المسلحة حركة عارف انها كانت بتحمي المنطقة ككل، وكان في رؤية ان القوات المسلحة خشية ان حد يصاب من هنا او من هنا، لكن اسمح لي اقول ان الترتيبات دي كلها قيد اعادة البحث دلوقتي، وان شاء الله ما يتكررش مكان بالامس ان شاء الله. اهلا يا فندم. لماذا ايفن؟ لمن القرار الان؟ احنا شايفين ان في حاجه مركزيه تاخد قرار، اذا حضرتك تعتذر بتقول ان حضرتك ما كنتش على علم بمن تدخل. ما حدش كان على علم. طب ما مين والغايه؟ لا 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 ثاني بس، عشان ما انا بقول، اما بقول انا ما كنتش على علم، ما حدش كان على علم المجموعات دي جت تلقائي ولا جت ايه، لكن الموضوع مش مرتب يعني، وده يحصل، وده يحصل في اي حته، الانفلات ده يحصل في اي حته، يعني لما يخشوا يتسربوا افراد داخلين معديين ويتجمعوا جوه كويس. اما دخلت الخيل اكمل بس، ما تخليش سؤالك من الاول هجومي عشان تقدري تستوعبي بشويش. دخلت، انا استغربت لما دخل الجمال، لكن انا ما عرفتش جت منين الجمال. الجمال لازم تكون جايه من حته بتاع الهرم والمنطقه دي، لكن جت ازاي؟ البعض قال ان اصحاب الجمال دول، البعض قال ان اصحاب الجمال دول ناس اتخرب بيتهم ووقفت السياحه وجم في حاله ثوره مشاركين، البعض قال لا جايبهم مترتبين، البعض قال الله يعلم، ده هو ده اللي محل التحقيق. لكن اما اقول لحضرتك ايوه ما حدش يعرف طبعا، مؤكدا الموضوع ده كان فوجئ بيه الجميع، ملهاش علاقه دي بمين اصحاب القرار. السؤال يمكن متركب تركيبه مش صح شويه. تمام. مالهم؟ يعني انا علمي وانا واقف قدام حضرتك دلوقتي، علمي ان ما حدش هيقصى من النقاش، علمي ان محدش هيقصى من النقاش. احنا بقى بنتعرض للقنوات العربيه يا فندم كل يوم، يا اما حد عنده التهاب في المخ، يا اما حد بيتحرش بيه، يا اما واحد بيمسكوه يضربوه، واخر واحده زميلتنا دينا سالم مسكوها ضربوها، وعندي حضور دلوقتي من تحت في ميدان التحرير. احنا لسنا امنين اطلاقا، يعني انا عمال حاول اقتحموا المكتب، فمش عارفه الحل ايه، هل احنا السبب في اللي بيحصل في البلد ولا احنا دلوقتي، يعني مش فاهمه.
مادام انت مصممه، مادام مصممه تسالي اسئله مش مباشره وبتجي لي يمين وشمال كده، انا مش هرد على السؤال ده، بس ما حدش هيعورك بعد كده. قالت انا بس خليك، خلي اسئلتك بعد كده شويه سياسيه عشان ما تزعليش اللي بيستمع لسؤالك. اتفضل يا فندم. وانا احمد شفيق يا فندم. الحقيقه سيادتك ذكرت غير بعض الصوت في التصريحات التلفزيونيه او الان انك سوف تخضع القاهره بالامس في مدى التحرير الى تحقيق. الحقيقه عايزين نعرف ما هي الجهه التي سوف تكلفها باجراء هذا التحقيق؟ هل هو تحقيق سياسي او تحقيق امني او تحقيق قضائي قانوني؟ لا، هو مفيش كلام انه تحقيق قضائي قانوني، وهو بقى اللي بيتفرع منه باقي التخصصات. بداية لازم القانونيين يمسكوا الموضوع يتفهموه، وبعدين هيحتاج بقى لجزء لشق سياسي يجيب السياسي، يحتاج لشق فني يخضع الفني، لكن كله هيخضع لتحقيق قضائي كامل الأركان. يعني تحت أمرك فن. فترة الأمر المسائل أمر زاد الخطاب الأمريكي بالتراحة رئيس مبارك مطلق مباشرة بقول الله لله، ما هو ردكم على حاجة تانية حضرتك؟ بالنسبة للحوار، احنا معرفناش نتائج كون الحوار اللي قدامك دلوقتي، ايه النتائج اللي وصلتولها؟ لا لا، نتائج ايه؟ مفيش حاجة لسه. مفيش حاجة. طب حضرتك بالنسبة للقوى المعارضة حضرتك اللي بيبرم معاها الحوار، هما قوى معارضة ضعيفة بشكل كبير في الوزارات الموجودة. ولذلك احنا مصرين ان احنا مصرين ان احنا نشوف معانا شباب من اللي قاعدين جوه المظاهرة نفسها. شباب ومسنين من اللي جوه التظاهرة اللي بتاع، وان شاء الله لن يكتمل الحوار غير بوجود عناصر من دول جوه. هذا قاعد بذلك يعني. والله انا هقول لحضرتك حاجة، يعني ارجو ان يعني ان حضراتكم تاخدوا الاجابة بتاعتي دي باعتبارها تعبر عن شخصي اكتر منها ما هي اجابة يعني رسمية. خلينا نقول ان احنا السيد رئيس الجمهورية قال انا ماشي في شهر كذا. احنا عندنا مجموعة من الخطوات عايزة تنفذ قبل هذا الشهر. الشكل الرسمي دلوقتي في وجود الرئيس، رئيس يعلم انه بعد 5-6-7 اشهر، يعني معناها مثلا بعد 4 اشهر هيبقى تقريبا يعني فوض اموره للي حواليه ان الموضوع بيجهز نفسه للمغادره. هل حضرتك الا ترى في الاصرار مني لو انا شاب كده مثلا متحمس اقول لا دلوقتي، هل ترى حضرتك ان ده مظهر كريم لامه؟ انا عايز اقول ايه، احنا خدنا الكتالوج التونسي وطبقناه بما فيها فتح السجون عشان نكون امناء، بما فيها فتح السجون. مش لازم ناخد الكتالوج زي ما حصل بالظبط، لانها مش من انا عايز الشباب اللي عاش هنا، ما حدش حضر هنا ثوره 52. الملك فاروق اللي ضاعت مصر على ايده واللي قامت الثورة عشان عزلته ومشي معزولا مش بينهي مدته. لو تشوف الأفلام القديمة تجد انه واقف في الميناء رئيس الثورة بيعظمه، بيتضرب له السلام الوطني في حينه، السلام الملكي في حينه، كان كل الإجراءات اللي بتنم عن حضارة دولة بتطبق. يا جماعة خلونا نرتقي بتفكيرنا. كلمة الآن دي ما يهمنيش لما يقولها اللي بره يقول زي ما يقول، أما يجي يقولها ابني اللي هنا يبقى مش عارف الطقوس شكلها ايه. ده حضرتك لما بتيجي، عفوا أنا بضرب مثل يعني ما ينطبقش، لكن في حاجات اسمها ethics، في أصوليات، في مش معنى ان انا غضبت النهاردة من شيء يعني الكلمة. طب يعني عند الشخص نفسه، عند السيد الرئيس نفسه هتفرق ايه النهاردة
من بكره من الشهر الجاي، يعني هو ناقصه الاربع اشهر دول؟ ولكنها معناها كبير. ما نهنش نفسينا، ما نهنش شكلنا، احنا مش عايزين ما يعني هم بره بيتفرجوا علينا، هم عايزين يتطبق هنا اللي اتطبق في تونس، وهو المنظر اللي اتطبق في تونس في الجزئيه دي يعني يدل على شيء. معلش يعني انا بقول ايه، ناخذ من الموضوع ما يتناسب ونلفظ منه ما لا يتناسب، وكرم بانهاء الازمه. مفيش حاجه بدات، مفيش حاجه بدات، ده التحقيق في مدار لسه ما بداش. عايزين نقعد في مكاتبنا، عايزين ننزل في ميادنا، عايزين كل يروح للفيلد بتاعه ولا المجال اللي بيعمل فيه عشان نلحق نتدارك الكارثه اللي دارت. هل النهارده حد هيقدر يحصر بالظبط خسائرنا في البورصه ايه غير اما نقعد في البورصه ونشتغل؟ هل الموضوع دايره مغلقه كلها بتاثر على بعضيها؟ عشمي في الله ان احنا نخرج بسلام من هذه الازمه، و يعني نصلح ما افسده الظهر بينا للاسف يعني. طب ما انا هنا ولا حاجه خالص؟ بدأنا هنا. ايوه طيب ما فن، ما انا كده ما جاي حالا، ما احنا اتفقنا هنمشي كده فن. ليه حضرتك؟ لا سؤال يعني، ليه ما احنا اتفقنا هنمشي كده، نغيرها ليه؟ ما زعلش مني، مش احنا اتفقنا هنمشي كده؟ مش هنغير بس كده. عمر يا فندم، طب انا كنت عايز اسمع سؤال من الكاميرات فوتوها لي. ده هم بتوعهم. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. هذا موقف الحضاره من جهه الوزارات المصريه، لكن نحس ان بعد كده كان هناك غير مصر غير الحضاره، هل هناك اعاده تكوين الانفاق مع غزه بحيث لا تدخل عناصر تؤثر على السلوك المصري، السلوك المصري سلوك متحضر ويجب ان نحافظ عليه حتى لا تكون صورتنا في الخارج. حضرتك لك كل الحق، لك كل الحق ان احنا في الاخر اذا كان حد اتهان، تخيلوا حضراتكم الستلايت وهي بتنقل للعالم الخارجي كله شكل المتصارعين بتوعنا وهم عمالين يخبطوا بعض بالطوب وشكلهم في الميدان والمتاريس اللي حاطينها، عايزين نقول دي بس بتتشاف فين في الدنيا؟ هل هذا هو المظهر اللي نحبه يتنقل عن مصريتنا وعننا قدام العالم الخارجي؟ نحتاج الى دفعة، نحتاج الى دفعة. والجيل الاكبر مسؤول عن ان كل جيل وراه، كل واحد في جيله مسؤول ان كل جيل وراه يعلمه ازاي يختلف، والا احنا في بيوتنا اما هنختلف هنقوم نضرب ابهاتنا بالقلم طالما احنا ما تربناش صح وما تعلمناش الحضارة والثقافة صح. نحتاج ان احنا نراجع نفسينا، حتى في غضبنا نغضب ازاي، وفي خلافنا نختلف ازاي. اعتقد كل ده يمكن النقطة دي تكمل النقطة بتاعت اللي كنت بقولها للزميل دلوقتي، موضوع دلوقتي والان والتنحي. انا مش زعلان من اللي بيقولوا بره الان، يقولوها زي ما يقولوها، العبرة انما اللي بره يقولوا الان ده استخفاف بينا وبقيمنا، الان استخفاف بينا. يعني انا ابويا لو كرهته وجي واحد قال لي يطلع من البيت الان، انا يعني هطرده اللي هيجي يقول لي كده. العمليه بقول ابويا وكرهته، مش احنا في سياسه فيها فوق وتحت وفيها اختلاف في الراي، وفيها ليس كل من اختلفت معه في الراي بقى بالنسبه لي عدو ولا في اصوليات. حضرتك اثرت نفس النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها قبل كده، ان احنا نحتاج ان احنا نراجع اصولياتنا تاني. واحنا يا جماعه احنا دول عمرها 200 سنه بتعيب علينا دلوقتي تصرفاتنا، دول قامت من 200 سنه، قامت من 200 سنه يا ارباب ال 7000 سنه، الاصوليات كلها خلقناها، الحكومات احنا اللي عملناها، جايين النهارده بتوع اول امبارح بيفهمونا الاصول ايه عشان احنا نسينا احنا خلفياتنا ايه. اتفضل يا فندم. اتمنى ان تديني وقت الى ان اعرف ايش حضرتك قلت بقى لنا ايه يا فندم؟
بقى لنا 200 يوم على انتخابات على ايه؟ باقي يعني باقي في المده 200 يوم. طب ما احنا لا هي فيها متسع من الوقت بس احنا نبدا فورا. جاري الترتيب والله يا فندم اللي اعلن حتى الان ان هيجري تعديل المواد اللي اختلف عليها واللي بيرى الاعضاء الزملاء المختلفين ان هم يغيروها، هو ده اللي اتفق على تغييرها دلوقتي. اذا جد شيء بقى في الفتره القادمه ده موضوع تاني. حضرتك عم بتقول مفيش جدوله لسه، يعني هنعمل ايه؟ هو ده يمكن اللي عاكفين عليه دلوقتي. الموضوع ده كله بتاع 24 ساعه فاتوا، يعني كل الاحداث دي تسارعت في ال 24 ساعه اللي فاتوا. فاتخيل ان احنا هنعرف في الايام الجايه الـ يعني البنود اللي حضرتك بتتكلم فيها. معلش جاري. لا 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 لا، كلام حضرتك الجزء الاول من الحديث، حضرتك بتقول المعامله بيننا في اسام الشرطه او هنا او هنا او هنا، حضرتك ليك حق في نص المشوار ليك حق. النص الثاني هو برضو موضوع حضاري صدقني، يعني حضرتك لك انك مش بس اسم الشرطه، ايا كان اي مكتب حكومي حضرتك داخل فيه، اي مكتب حكومي المفروض تعامل فيه ازاي، ده ديسيبلين او انتظام ملزمين احنا نعيد حساباتنا، ودي من مهام الوزارة المكلفة اعادة الانتظام والالتزام والاصوليات لكل سلوكياتنا، مغلفة بشيء من الحضارة الحقيقة. مفيش كلام ان احنا نسينا نفسنا، يعني تركنا نفسنا للأسف. حراك اللي خرجوا قد اكون حطلب من المسؤولين، مع يعني مفيش خروج حتى الان بدليل الاسماء كلها اللي الناس يعني متربصه بصورتها موجوده على ارض مصر، لكن فيما يتعلق بفلوس خرجت قد ايه او دخلت قد ايه، ده ممكن ده من حق حضرتك ان البنك المركزي يحصر ويقول مصر فقدت كذا خروجا وفقدت كذا نتيجة كذا وفقدت كذا نتيجة كذا، وده لازم يتم في الأيام الجاية. إذا كان دي واحدة فندم، إذا كان من حقه فلا غبار، إذا كان من حقه، ما هو إذا كان من حق الدولة يبقى سرقنا، يبقى لنا يعني لنا أن احنا نتصرف، يعني دي مش عايزة كلام. حضرتك أمر يا فندم. أمر. هناك أزمة ثقة حقيقية بين الشباب والعمال، كل الحكومات الصادقة تعالى تسعى للتنمية وتابعة الحضارة ليك حق. ولكن هذه الردة الحقة أدت في النهاية إلى خلق نوع من عدم الثقة. تحدثت حضرتك على من قليل حتى من الشباب مرة تلك وحدات الساعة الحكومية الخوف من أشياء الدولة تكون غير حقيقية. هل تسعى الحكومة إلى تواصل مع الشباب، شوف حضرتك قاعد وعد قاطع في الفترة التي قد تتاح لينا كحكومة ان احنا نعيد الحسابات في كل هذه الامور، وده يبقى بداية الامر في كل شيء، بداية الامر في كل، بقول اهو ده العنوان اللي منه يجي اي حاجة بعد كده. يعني حضرتك اطمئن ان ده منهجنا، وحنصدق المواطنين القول في كل شيء، واللي نقدر نعمله هنعلنه واللي مش هنقدر نعمله هنعلنه. الموضوع اذا لوحظ ما هو غير ذلك ارجو ان ده يكتب في الجرايد بالبنط العريض كده.
اتفضل يا فندم. أمر أمر أنا معلش بتلاقي برضه هيفتح للنقطة بتاعت الموقف الأمريكي واحتداد الأهلي بتاعته. امبارح كل المصريين كانت بتتفاضل مع مشاهدة الفضائيات والسلوك الحوار الخطاب الأمريكي لمصر، إن مسؤول مصري يطلع ويرد على الكلام دوت وإن يفهم أو يوصل رسالة لأمريكا إن مصر دولة مش ولاية أمريكية، وده ما حصلش. لتكن انها بتصل دلوقتي يا فندم. ما يعدي من حياتي ومسافر اسمه مين المسؤول عن ضمان المحتجين في ميدان التحرير؟ ضمان؟ امان 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 المحتجين اللي هم مستقرين في ميدان التحرير. الدولة اجهزة الدولة يا فندم. ده ممكن جدا. ما خططتش لكن صدقيني ممكن جدا. طب ماذا سيحدث لو طلبوا محتجين اليوم؟ لو حضرتك عرفتي طبيعتي مش هتستغربي ان انا ممكن جدا اروح. ماذا سيحدث لو طلبوا محتجين اليوم من ميدان التحرير او غدا والاجراءات المتبعه؟ ماذا سيحدث ايه؟ لو طلبوا محتجين اليوم او غدا من ميدان التحرير. طب ما هم هناك. لو زاد عددهم اليوم او غدا. لا يزيد عددهم بدل ما طب كان عددهم اكبر من كده قبل كده. يعني يزيد العدد هو، بس احنا عايزين نقول ان احنا نتمنى ان احنا نمشي في اجراءات تخلي الناس تتفهم ان قعدتها في الميدان موقفه العمل العام، مخسرانه في الدوله. هو ممكن يقول لك ايوه انا بخسر الدوله، هو مش عارف انها هتنعكس علينا كلنا وهو اولنا. فهي يعني انا مش شايف ان قعدتهم يعني هتجيب جديد ليهم هم، كل ما هناك انها بتخسر الدولة المزيد من الفلوس. لكن هم يقعدوا مفيش حجب الحرية طالما ما اعتدتش على حرية الاخرين. مش عايز اتكلم، ربنا يقدرنا ويكون الناس تتفهم باسرع مما نتخيل، واحنا نتفهمهم باسرع مما نتخيل، والموضوع يتحل. خلينا نطمع في ذلك فورا. يعني محمود عبد اللطيف كان الحقيقة أبقى كاذب لو قلت لحضرتك إن أنا عارف هنعمل إيه، لكن المبدأ لابد يكون موجود إلى درجة بعيدة. يعني سواء جزء أو كل يعني نسبة بكاملها، أنا الحقيقة معرفش الإمكانيات المتيسرة إيه، لأن إحنا لغاية دلوقتي مش حصرناش الخسارة إيه. فخلينا أعتقد أما نحصل خسارة أولوية أولى أن المواطن يكون الأقل تضررا مما حدث من الحكومة. يعني الرعاية بأن المواطن يكون خسارته أقل ما يمكن، دي هتكون أولى أهدافنا إن شاء الله. حتى إيه فندم؟ والله سيبني أشوف بس يعني سيبنا نشوف الإمكانيات هتبقى إيه أو الظرف هيبقى إيه. والقطاع الخاص ما هو مواطن مصري يعني. سيادة الرئيس، مسؤولية الاجتماعية الحكومة هي مسؤولية عظيمة في الفترة الجاية، ولكن ده شعار كبير للقطاع. إيه طبيعة الإجراءات الاجتماعية اللي إحنا ممكن نتخذها؟ هل هتعمل ضرائب تصاعدية؟ هل هتزود الدعم؟ إيه بالظبط طبيعة الإجراءات الاجتماعية اللي بتنفذ خلال الفترة الجاية؟ لو أنت أسست الإجراءات دي بتعايز فلوس، مفيش فلوس بعد الأزمة الاقتصادية اللي كانت دلوقتي، إيه بقى نتيجة عكس المواجهة؟ ده سؤال. حاجة تانية، بعد القرار أن هناك قرارات أهمية، وزير الداخلية السابق الحبيب العدل أليس هو المسؤول عن هذا القرار وهل سيتم محاكمته أو المحاكمة العادية؟ هبتدي بديل السؤال عشان لسه فاكره. إذا كان التحقيق هيقول أن السيد الوزير اللي كان مسؤول عن الأمن هو المسؤول عن الخطأ أو عن خطأ ما، هيحاسب بقدر الخطأ اللي أخطأه. مش عايزة كلام، وهيعلن. كل الموضوع على البحري ومفتوح، ولا غضاضة في الإعلان عنه خالص. حضرتك بقى
إذا كان إذا أنا ما هو هناك كان هناك رأي دايما يعني متعارض في موضوع الضرائب التصاعدية، واللي هي أفيد للدولة ولا أكثر ضررا، هل حصيلتها في الآخر أكتر ولا حصيلة الضرائب الثابتة أكتر. الموضوع ده كان محل نقاش دائم، وما فيش كلام ان انا ما اقدرش اقول ان الحكومة في الثلاث ايام اللي ما قعدتهمش لسه جوه المبنى وما التقتش قررته. ولكن لا ادعي ان الموضوع ده مرتبط بشخصي، لكن انا من اللي بيتبنوا فكر ان العناية بالمواطن بتنعكس على العمل وبتنعكس على كل ما في مصلحة للبلد على بعضها. الفرد يأتي على رأس الأولويات، وإذا إحنا اهتمينا بالفرد ونجحنا في رفع مستوى بيرتقي على التوازي مستوى كل شيء في الدولة بقدر وبأضعاف القدر اللي ارتفع به مستوى الفرد. فحراك ده منهج، وربنا يقدرنا بس ونخرج من العثرات اللي احنا فيها دي. العناية من الألف للياء، العناية بمستوى المادي، بمستوى العلمي، بمستوى الاجتماعي، بمستوى الصحي، بمستوى الفرد. لسبب ان احنا مش كحكومة، احنا كمجتمع من معيار تقدمنا وتخلفنا الفرد عندنا قيمته ايه. بس سيادة رئيس الوزراء، مع حضرتك فاطمة سيد احمد من جهة تحت امرك. الله يخليك. انا يمكن هسأل حضرتك اسئلة يعني هي في الشكل العام وليس في الشكل العام. صح. طيب يعني هو سؤال مركب يعني. ماشي. بعد اذن حضرتك، يعني مثلا لماذا لم يعلن عن انه يعني المسؤولين عن مجلسي الشعب والشورى والغير مجتمعيا انهم لا زالوا يظهروا ويطلبوا بتصريحات، وده شيء بيستفز المجتمع وبيستفز المحتجين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لماذا يكون الدكتور سهور هو اللي هيعدل في المواد المصريه ويجتمع مع من يعدل رغم شرعيته كرئيس مجلس الشعب؟ ليه ما يبقاش في لجنه حكماء من القضاه المختلفين، وان احنا نعمل ده على وجه السرعه، وان احنا كمان يعني يمكن حضرتك انا شايفه انه يعني الجيش يوضع في موقف حرج، انه ليه ما حش وليه حاش وكده، فيجب ان احنا برضه نقول انه الشعب مسؤول عن حمايه الجيش، مسؤول عن حمايه الشعب وليس الاحتكاك به، يعني ده مهم جدا. ولكن حضرتك بتقول انه ما ينفعش ان احنا نقول الحل الان، واحنا غير قابلين ان احنا نقول الحل الان، ولكن حضرتك تعلم قرار العسكري ان في ما يسمى بالتسليم والتسلم، وطالما تم وضع نائب لرئيس الجمهوريه لماذا لم يسلم له قياده ويقوم هو بهذه التعديلات؟ ونقول له شكرا ونحمل له هذه الاحتفاليه التي تركوها مننا او يستحقها مننا الرئيس. الحاجه الاخيره انه في وزاره حضرتك، في وزارات التنميه الغت، هي ربما كانت لازم تلغى من بدايه التنميه الاداريه والتنميه الاقتصاديه. أجاوب الخمس أسئلة دول؟ أنت أصل حضرتك عشان عارفة معزتك عندنا فبتتليت علينا شوية. حضرتك بتقولي ظهور رؤساء المجالس النيابية وكلامهم وبتاع. يا جماعة في شغل رسمي، هي مش عواطف. أما يبقى موجود وبيشتغل، يبقى موجود وبيشتغل إلى أن يصدر قرار إنه ما يبقاش موجود، ما يبقاش موجود. ما نقدرش نقول لا ده الناس ما بتحبوش اطلع من هنا، اللي الناس ما بتحبوش طلع من الوزارة. خلاص طلع على سبيل المثال، وحديكي مثل حضرتك عينته حتى لأعمال مجلس الشورى. أكمل أنا بقى، سيبيني بقى أديكي مبررات للي أنا عملته. فحكاية أنه عشان إحنا ما بنحبوش
إذا كان إحنا ما نحبوش لغاية ما تنتهي علاقته بالوظيفة فبيؤدي أداء. يعني مش عايزين نخلط العواطف بال 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 يعني لا. لا مش العواطف يعني انا بقول عواطف انا بقول الاصوليات الاصوليات مش عواطف انا بقول الاصوليات وترجمتها لك من العربي والانجليزي الاصوليات ان الشعوب المتحضره الشعوب اللي بتقول لك الان ما بتعملش في نفسها كده يعني تسيب متسلسل بس انت عشان عارفه الكلمه دي بس من خلفيه لا ما مش هنا ما انش او انا الدوله في التنظيم بتاعها ممكن يبقى في نائب ورئيس ونائب معاه لا يعني ان اول ما عينت نائب ان انا اديته حليت نفسي من العمل واديته شغل انت حضرتك فهماني ولا اتشلتي بتضربي السؤال وسايباني وبتتكلمي ما خليني طب اسمعيني بقى اسمعيني مش معنى ان تعين نائب يعني تعين نائب عشان يحل النهارده تعين نائب عشان يساعد الرئيس والرئيس لو